وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما زاغ عنها إلا هالك وما استمسك بها إلا مهتد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يخبرنا القرآن الكريم أن الله عز وجل ما بعث رسولنا وحبيبنا محمد ومن سبقه من الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين إلا مبشرين ومنذرين. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كما يخبرنا القرآن بأن الرسل الكرام بما فيهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكلفوا بأكثر من تبليغ رسالات ربهم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كما يقول: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولكن السؤال الذي يبقى وينبغي أن ندرك أو أن نستوعب إجابته هو: كيف بلغ رسل الله رسالات ربهم؟ الله عز وجل يعطينا الجواب واضحا في كتابه العزيز، ونجده في سيرة أنبيائه، لكن أنا أريد أن نذهب ما وراء الجواب إلى مرحلة الاستيعاب. أين يقول الله عز وجل في الجواب: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نحن عرفنا أن البلاغ هي مسؤولية الرسول، أي رسول من ربه، لكن ما هو معنى المبين؟ ما معنى الإضافة هذه: البلاغ المبين؟ إخواننا، بما أن هؤلاء الأنبياء والرسل كلفوا بالرسالة، كلفوا بالتبليغ فحسب، فإنه ينبغي عليهم وانبغى عليهم، كما ينسحب علينا وسآتي إلى هذه النقطة، أن يكون بلاغهم على أحسن وجه، بلاغا مقدما من ناحية العرض بأحسن طريقة، ومن ناحية الحجة أن تكون بينة دامغة واضحة. لا يكفي أن يقول الإنسان إني قد بلغت، دون أن يكون قد بلغ بكل ما تحمله العبارة من معاني، من حيث الوضوح والقوة والحجة والبيان. ولذلك عندما يقول: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي أن كل نبي وإن كلف بالتبليغ فإنه كلف بالتبليغ على أحسن وجه، كلف بالتبليغ على أحسن وجه. الآن نعود إلى المهمة الرئيسية أو الرئيسة لكل نبي ورسول. الله عز وجل يخبرنا بوضوح أن مهمة الرسول هي البشرى والإنذار، وهذه المهمة تتأتى عبر تبليغ رسالات ربهم، بمعنى أنه قد أعفاهم من ضمان نتيجة أو من ضمان النتائج أو من ضمان النتائج. نعم، أعفاهم من مسؤولية هل يؤمن الناس أم لا يؤمن، أعفاهم من مسؤولية هل يقبل الناس الدعوة أو لا يقبل. هو حدد مهمتهم بوضوح بأنهم مكلفون بالتبليغ فحسب،
ولم يكلفهم بضمان نتائج هذا البلاغ، ولأنه كلفهم بذلك فنحن والأحرى بنا عندما نقدر أو نقوم لمفهوم التقييم يعني باللغة العامية الآن، ليس التصحيح التقويم، مفهوم التقييم، عندما نقوم رسالة نبي مرسل من عند ربه لا نقومها فقط من حيث النتائج. وكنت قد خطبت من هنا من قبل حوالي عام من الآن، وأعطيت أو أوردت أنموذج نوح عليه السلام. نوح عليه السلام بقي مع قومه يدعوهم كم؟ 950 عام. كم آمن معه؟ قليل، قل ما آمن معه إلا قليل. ولكن عندما أعطي نوح حقه في كتاب الله، أعطي حقه على أساس أنه واحد من أفضل رسل الله. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام استوعب مسألة البلاغ ودوره في البلاغ، طبعا كما أي رسول من الله، من رسل الله، استوعب مسألة البلاغ ودوره في البلاغ، ولكنه استثمر، بما أن هذه هي مهمته، استثمر في إمكانيات ووسائل تواصله مع الناس. ولذلك نوح عليه السلام نفسه يقول أنه جاء للناس، جاءهم في السر والعلن، صح؟ جاءهم في الليل والنهار، لم يترك طريقة لدعوة الناس إلا واتبعها معهم. لكن قومه كانوا قوما مستكبرين، قومه كانوا قوما جبارين، قومه كانوا قوما غافلين، قومه كانوا قوما يعني بدون عقل، فرفضوا دعوة نوح عليه السلام. ولكنه أدى حق الله عليه، أنه بلغ بأفضل الطرق وأحسن الطرق الممكنة مع قومه، حاول كل طريقة، استثمر في كل طريقة، استثمر في كل ما يمكن أن يؤدي إلى إيمان الناس، ولكن الناس اختاروا الضلال أو غالبهم. الآن هذا يقودني إلى أنموذج حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يسير على خطى من سبقه، هو أيضا مكلف بالبلاغ وليس مسؤول عن النتائج أو مسؤولا عن النتائج. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء قومه برسالته، قومه قابلوه بماذا؟ بالورد والحب، قابلوه بالترحاب والتكريم. كان يسمى فيهم الأمين، صح؟ كان يسمى فيهم الصادق. كان محمد صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل من حيث الأخلاق ومن حيث العقل والاتزان والسمة الطيبة. لكنه عندما بعث لم تترك شتيمة أو مسبة أو نقيصة إلا وألحقت بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم استقبلوه بماذا؟ استقبلوه بالأذى، استقبلوه بالأذى، واستقبلوه بالتعويق. فما كان مطلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من قومه؟ كان يقول لهم: خلوا بيني وبين الناس، خلوا بيني وبين الناس. هذا مطلبه الرئيس، هذا مطلب كل نبي من أنبياء الله من قومه، خلوا بيني وبين الناس. هو ليس مكلف بالنتيجة، لن يسأل عن النتيجة، سيسأل عن البلاغ. ولذلك أراد أن يضمن أنه يؤدي البلاغ، أنه يؤدي الرسالة، فقال لهم: خلوا بيني وبين الناس. لكن مكة وكفار قريش منعوه حتى حرية التبليغ، مش بس أنهم شوهوا سمعته وألصقوا به النقائص واتهموه بكل التهم، وذهبوا ليس فقط لقومهم بل ذهبوا أيضا للقبائل العرب الأخرى، وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب وساحر وكذا 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 وشاعر وغيره من هذه التهم. لكنهم منعوه أيضا من تبليغ رسالته، منعوه من تبليغ رسالته. لكن لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلوا بيني وبين الناس؟ الله عز وجل يخبره بوضوح
وعندما أقول يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوضوح فإنه بالأحرى يخبرنا نحن، عندما يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش قرارنا ولا هذه إرادتنا، كما أنها لم تكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يرغم الناس. ويقول وقل الحق إن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. مسؤولية النبي حصرت في البلاغ، ولذلك عندما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبين الناس، لأنه استوعب صلى الله عليه وسلم أنه ليس من مسؤوليته أن يؤمن الناس أم يكفرون إذا هو أدى حق الله عليه في الرسالة. لكن المطلوب حسب الرسول صلى الله عليه وسلم وبالعقل وبالمنطق أنه بما أنه كلف بالتبليغ أن يسمع الناس رسالته، ولذلك كانوا يقول خلوا بيني وبين الناس، دعوا الناس يختارون، لأن الله يقول له أمر إيمان الناس وكفرهم ليس بيدك. فإذا لابد أن يسمعوا رسالة الله كي يبرئ ذمته أمام الله. فكان يقول خلوا بيني وبين الناس، لأن الرسول كان يريد حرية الاختيار للناس. لكن حرية الاختيار لا تكون بسماع طرف واحد وبرؤية واحدة وزاوية واحدة وحجة واحدة ومذهب واحد ودين واحد ثم تقول الناس عندهم حرية. لا، هم كانوا على دين أجداد أبائهم وأجدادهم، كانوا على دين الكفر، وجاء رسول الله بدين آخر هو دين الحق دين الهداية، أراد أن يقدم هذا الدين للناس، منعه كبراء القوم فقال خلوا بيني وبين الناس دعوهم يختاروا بينما هم عليه من ضلال وبينما آتيت به من هدى. ولكن إن اختاروا أن يبقوا على الضلال والكفر فإذا هي مسؤوليتهم، لكنني قدمت لهم الحقيقة والمعلومة. لاحظ هذه النقطة، أن الناس ينبغي صح من حقها أن تختار مسارها وأن تتبنى خيارها حرا، لكن بناء على المعلومة الصحيحة، بناء على بعد أن يسمعوا كل الأطراف وكل وجهات النظر. منع الرسول صلى الله عليه وسلم كما منع من قبله من الأنبياء بأن يقدموا رسالته، بأن يخاطبوا أممهم. ولذلك عندما الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر نوعا من الألم والحسرة على رفض قومه، ماذا قال الله له؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. مش مسؤوليتك أن الناس تؤمن ولا تؤذي نفسك من الحزن والألم عليهم، هذه ليست مسؤوليتك، مسؤوليتك هي البلاغ. لكن إخواننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنبياء الله من قبله أدركوا أن هذه هي مسؤوليتهم وأنهم سيسألوا عن البلاغ، فهم استثمروا مرة أخرى في أي أمر، استثمروا في وسائل البلاغ، وسائل التواصل مع الناس، ولذلك سعوا بكل طريقة ممكنة بكل أسلوب ممكن، ولم يكونوا فقط يحسنون الكلام، لا، إنما كانوا دائما يضمنون أنهم على حق في منطقهم، أن منطقهم مستقيم، يضمنون أن الحقائق معهم وإلى جانبهم، يضمنون أنهم يقدمون أحسن العرض بأفضل أسلوب. وحتى عندما يجادلون الناس ليس جدال الغوغاء، وحاشا لهم، ليس جدال الانتصار والهزيمة، إنما جدال الحق، هذا أسلوب العرض، المحجة الدامغة، عرض المنطق الصحيح، هذا هو كان استثمارهم الحقيقي، هذا هو استثمارهم الحقيقي. ولم يشغلوا أنفسهم، لم يشغلوا أنفسهم بما يقوم به كفار أقوامهم وكبراء أقوامهم من باطل، لم يشغلوا بذلك، كانوا يشغلوا أنفسهم بما ينبغي عليهم أن يقوموا به من صواب وحق. هذه مسألة مهمة إخواننا، وسأتي لها بالتفصيل بعد قليل، لأنه كثير من الناس يركز فيما يفعل الآخرون من خطر،
ما يفعل الآخرون من السوء، ولا ننسى أنه طب أنا مش مسؤول عنهم أصلا، أنا مسؤول عما سأفعله من صواب وما سأفعله من حق. أنا لست مسؤول عن كل الدنيا تآمرت علينا أو رمتنا عن قوس واحد، مش راح أقدر أغير المعادلات، لكني مسؤول ما الذي فعلته كي أقوي موقف أمتي، مسؤول ما الذي فعلته في بيتي مع أولادي كي أربي أولادي على شكل صحيح وسليم، مسؤول ما الذي فعلته في جاليتي في أمتي في وطني في البلد الذي أعيش فيه كي أقدم صورة صحيحة وكي أقوم بالعمل الصحيح. طيب بدك تعد لي مفاسد الأرض، ما كل أخرج من الشارع الآن، أخرج من المسجد وعد، تبدأ تعد المفاسد. نحن مش مسؤولين عن المفاسد، نحن مسؤولين ما الذي فعلنا كي نصحح هذه المفاسد. الآن صححت ما صححت هذا ليس شأننا، لكن نحن مرفوض منا الاستسلام، وهذا ليس في دين الله، كما أنه مرفوض منا ومحظور علينا أن لا نقوم بالعمل الصحيح، لأننا قررنا في لأنفسنا أن الباطل أقوى وأن الباطل أعلى وصوته أعلى ويده أعلى. لا، هذا ليس الحق. ولذلك إخواننا عندما نعود وما على الرسول إلا البلاغ المبين، مرة أخرى ندرك أن هذا البلاغ الذي حدد أو الذي حصرت فيه مهمة الأنبياء لم تأتي من ناحية الحصر بناحية حصر ضيقة، لا، إنما هي عملية حصر واسعة جدا، واسعة. أن هذا البلاغ له فن، هذا البلاغ له حق، لا، هذا البلاغ له عمق، هذا البلاغ له اتساع مدى وسعة أفق، هذا البلاغ لابد أن يستصحب الحقائق، يستصحب المنطق، هذا البلاغ لابد أن يستصحب تضحية، هذا البلاغ لابد أن يستصحب إصرارا، لابد أن يستصحب عزيمة، لابد أن يستصحب استثمارا، لابد أن يستصحب جهدا. والجهد مش جهد الوقت، مش جهد الوقت فحسب، بل هو جهد الوقت والنوع. يعني في الخطبة الأولى ذكرت نموذج حصل معي قبل يومين، كنت في الجيم طبعا مرة ثانية زي ما قلت في الخطبة الأولى، يعني هذا ليس دليل، يعني هي محاولات للتخلص منه لكن فاشل، لكن المسؤول عن الفعل محاول. ورأيت واحد يعني على الصدر بحبل، حط 45 من هون، يعني طلعت حوالي 130 كم، فبحمل بعمل هيك، فأجيت عليه بقول له هي مش صحيحة هيك، لازم تنزل لهون تلمس وترفع، أنت بتعملها غلط. قال ليش الحين قلت له حط 25 بتصير أخف تعمل الحركة صح، أخذ 25 عمل الحركة صح، مشيت حط 45 وبعدين زاد 10 بعدين عرفت بده يورجي أصحابه أنه هو بيستطيع يحمل وزن ثقيل. فلما جاءوا أصحابه قال له صاحبه قال له dude you're doing it wrong، أنت مش قاعد تحمل 130 pounds 130، أنت مش قاعد تعمل شيء، أنت بتعمل هيك في الهواء. النتيجة إخواننا، طيب هو حط جهد صح، لكن هل هذا هو الجهد الصحيح؟ لا، الجهد الصحيح في النوع صح، الوقت جزء من النوع، لكن الوقت لا ينفي النوع. مثل إنسان بدرس 8 ساعات وهو بيطلع على التلفزيون، أو بيشتغل 8 ساعات وهو على الفيسبوك زي حالاتي، إيش نوعية النوع للإنسان بحطه عمليا؟ لابد أن الإنسان يركز في الكيفية والنوع كما يركز في الوقت، وهذا أدركه الأنبياء والرسل. مش كان يحطوا وقت بس إنه راح في الليل وفي النهار وجاهم في المجالس، لا، إنما كان في كيفية وفي نوع، في أسلوب خطاب، في منطق، في حجة بالغة بينة واضحة تقدم بأرقى الوسائل وبأرقى لغة. هذا ينبغي أن يكون حاضر في أذهان أخواننا. هذه مسألة لم تختص بها الأنبياء، لأنها نحن من مسؤوليتنا أيضا، وسأتي على هذا في الجزء الثاني. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما قلت إخواننا، المنهج السابق أو المنهجية السابقة التي أشرت لها من حيث الاستثمار في أسلوب البلاغ وأسلوب الرسالة وأسلوب التوصيل والتواصل ليس أمراً مقتصراً على الأنبياء والرسل، بل هو أيضاً يشملنا كحملة رسالة، كأمة رسالة، كأمة مهمة. نحن لم نخلق عبثاً، لم نخلق عبثاً، ولا إنسان فينا خلق عبث. كل إنسان له دور، قد تختلف حجم الأدوار. نعم، في ناس الله معطيها إمكانيات وفي ناس على البركة، لكن حتى هذا اللي على البركة عليه مسؤولية. على الأقل الإنسان يكون ديسنت، نظيف، محترم. يعني إذا كان الإنسان مش متعلم مش معناه أنه يكون جاهل. مش متعلم قراءة دراسة وقراءة وكتابة لا يعني أنه الإنسان جاهل في خلقه وفي خلقه وفي تعامله مع الناس. نعم، مش معناه أنه يقدم صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين، مش معناه أنه يسيء للناس. هذه قيم، هذه قيم كل إنسان مطالب فيها بغض النظر عن علمه معرفته وإدراكه. كل إنسان مطالب أنه ينشئ نفسه ويهذب نفسه ويهذب أولاده على هذه القيم بغض النظر عن مستوى تحصيله للدراسه، لأن الدراسة ليس لها علاقة بالعلم والجهل بالمناسبة. دور بسيط، دور بسيط، لأنه كم من إنسان لم يذهب إلى مدرسة وعقله أكبر من عقل 100 واحد حامل دكتوراه، 1000 واحد ومليون واحد حامل، لكنه جاهل، جاهل. لا أريد أن أعطيهم أمثلة الآن، لكن أريد أن أركز على هذه المنهجية فيما يخصنا نحن. نحن من نعيش في أمريكا مثلا كأقلية دينية، لكن كأقلية دينية لا تعني أننا أقلية من ناحية المواطنة. من الفرق بين مسألتين، كوننا أقلية دينية لا تعني أننا أقلية من حيث المواطنة. المواطنة نحن متساوون في الحقوق، وحتى إن أراد البعض أن يمنعنا هذا التساوي سنصر عليه، هذا حقنا، هذا مش منا، لا من باراك أوباما ولا من هذا الادمنستريشن ولا من جورج بوش ولا من هيلاري إذا بتصير رئيسة ولا غيرها، جيب بوش ولا غيره. هذا حق، حق لنا بخلقة، بخلق الله إنه خلقنا مكرمين ولقد كرمنا بني آدم، وحق لنا ثم بدستور هذه البلاد وقيم. لكن نبقى أقلية من حيث الدين، من حيث الثقافة. هذا المنهج إذن يصبح شديد الأهمية لنا في التعامل مع مجتمع في غالبه غير مسلم، في غالبه لا يفهمون، ومسؤولياتنا تتضاعف نحو دين الله الذين نحن مطالبون بأن نحمل مشعل رسالته كما حملها أنبياؤنا ورسلنا وكما حملها الصحابة ومن سبقنا رضوان الله عليهم أجمعين، حتى أوصلوها لنا وأوصلوا أن نيجي نحن على مسجد في أمريكا نصلي. يمكن قبل 40-50 سنة اللي كانوا في البلاد هذه ما كانت هذه المساجد. بعد 40-50 سنة من الآن بإذن الله تعالى لن تكون فقط مساجد، ستكون يمكن أكبر من نحن نتصوره الآن. نتصور يمكن كوميونيتي سنترز، ونتصور جيمز، ونتصور كذا وكذا لأولادنا. ممكن أولادنا راح يستثمروا أكثر من ذلك بكثير إن شاء الله. هذا ما يحصل، ليش؟ لأنه هذا حمل الرسالة. فإذا هذه مسؤوليتنا نحو ديننا أولا، ثم مسؤوليتنا نحو المجتمع الذي نحن فيه، لأنه نحن نؤمن أننا نحمل الرسالة الحق، رسالة الهداية، ما فيه خير البشر. طيب كيف سنوصل هذه الرسالة؟ لأن هنا يعود دورنا، دور المفهوم الأول، أننا نحن أصحاب رسالة، والرسالة هذه لا تفرض على الناس فرضا. هذه الناس توصل ويتم تبليغها للناس، تبلغ للناس، لكن البلاغ ينبغي أن يكون بأفضل الطرق، بأحسن الطرق الممكنة. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شوفوا هذه الحكمة، موعظة حسنة، مجادلة بالتي هي أحسن. الحكمة هذا فضاء الحكمة،
فضاءً أكبر من أن يستوعبه خطبة أو أن يستوعبه حتى من هو بعقل محدود مثل عقلي. لأن الحكمة هذه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كبيراً كثيراً. الحكمة مش قضية بسيطة يا إخوان، مش فقط قضية اتزان إنسان ورزانته، لا. الحكمة تتصل بأمور كثيرة في حياة الإنسان، في دور الإنسان، في عطاء الإنسان. هذه الحكمة يا إخواننا، الله عز وجل ترك هذا المصطلح الرحب ليقول كل أمر تحتمله الحكمة فهو جزء من دعوتك. وبالموعظة الحسنة، ثم بالموعظة الحسنة، أسلوب إخواننا إيصال الرسالة مهم. وجادلهم بالتي أحسن الإنسان، ينبغي دائما نعود إلى المبادئ الأولى، أن الحجة ينبغي أن تكون واضحة بينا، الحقائق دائما معنا. هذا خطاب المشاعر وخطاب الغضب لن يقودنا إلى أي مكان. يعني إحنا ممكن نوقف ونصيح حتى بكرة، وممكن نذرف الدموع أيام وأسابيع على ما يجري للناس ظلما وعدوانا، ممكن نبكي ونذرف الدموع أشهر على ما يجري في مصر، وعلى ما يجري في سوريا، وعلى ما يجري في بورما، وعلى ما يجري في فلسطين، ونذرف الدموع أشهر وأشهر على من ظلموا في أمريكا هنا واعتقلوا ظلما وعدوانا، وعلى التطاول على ديننا. لكن ما الذي قدمنا؟ إذا حد بيقدر يحط لي هذه الدموع أو يضعها على نابكن ولا محرم ويأخذها ويصرفها في بنك، احكوا لي عنها. شو بدنا نسوي لنا؟ هذا بيني وبين ربي إنه الإنسان يذرف دموعه ويؤجر عليها، قد إيش منها. لكن هذا ليس عمل بذاته، هذا ليس عمل بذاته. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الدعوة ورجع وتدثر، ربنا قال له لا، هذا مش مفهوم الدعوة، هذا مش مفهوم الدعوة، قم فأنذر. هذا مفهوم عمل، فعل، حركة. الدثار والاختباء أو أن الإنسان يضع نفسه في غرفة ويغلق على نفسه صومعة ويقول أنا أموت وأتعبد إلى الله، هذا ليس فعل إيجابي. لا أنتقص منه ولا أقول أنه الإنسان في الجنة وفي النار، هذا ليس شغل، لكن هذا ليس فعل إيجابي. الجلوس أمام التلفزيون والبكاء وذرف الدموع ليس فعل إيجابي. البقاء الحديث بين أنفسنا ليس فعل إيجابي، إنما الفعل والعمل هو الفعل الإيجابي الذي يتحرك ببوصلة حكمة ومنطق، والذي يكون له أهداف واضحة ووسائل واضحة. هذا ما ينبغي الاستثمار فيه. الآن البعض قد يقول، لكن يا أخي ننظر إلى خصومنا في هذه البلاد، إمكانياتهم عشرات أضعاف إمكانياتنا، لا، مئات آلاف أضعاف إمكانياتنا. شوهوا ديننا، شيطان، شوهوا سمعتنا، تهمون بالإرهاب والتطرف وغيره، ويسعون بكل ما يمكنهم بكل ما لديهم من قدرات إلى أن يعطلوا مسيرتنا وأن يحرفوها عن مسارها الصحيح. خلينا نطلع في هذه البلاد، حقهم ولا مش حقهم؟ حقهم يشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا في هذه البلاد؟ حقهم ولا لا؟ أنا بتكلم مش صح ولا خطأ بالمناسبة. هذا بيقدر يمنع واحد يشتم الدين؟ لا سمح الله، لو فينا إنسان جاهل أراد أن يشتم المسيح عليه السلام، هذا بيمنعه في القانون؟ فيش حد منا. هذه مسألة خلق، تربية، منهج. لكن ما في شيء في القانون بيمنعك أنه أنت تتطاول على دينك، تتطاول على مثل الدين المسلمين الإسلام، ما في. ولا في شيء يمنعهم أنهم يستثمروا عشرات الآلاف وعشرات الملايين من الدولارات لتعطيل عملنا في هذه البلاد، في شيء يمنعهم، هذا حق. السؤال إخواننا، وهذه النقطة التي أريد أن تكون واضحة عند الكل، يوم القيامة لن نسأل عما فعله المبطلون، ولن نسأل عما فعله الجاحدون، ولن نسأل عما فعله الضالون،
ولن نسأل عما فعله المجرمون، ولن نسأل عما فعله الحمقى في صفوفنا، ولن نسأل عما فعله الذين يبيعون ويشترون في 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 في, في دي صفوف الأمة كلها. ما حدش راح يسأل عن الشيخ الفلاني الفلاني اللي أفتى بقتل الناس الفلانيين، لكن سنسأل ما الذي فعلناه نحن صوابا. خليهم يستثمروا في الباطل زي ما بدهم، سنسأل ما الذي استثمرناه في الحق. هذا الذي سنسأل عنه، ما الذي استثمرناه في الحق. احنا ما نستطيعش نمنع استثمارهم في الباطل، لكن نستطيع أن نستثمر في الحق. وسنسأل يوم القيامة ما الذي فعلته صوابا، ما الذي لا وليس عما فعله غيرك خطأ. وهذا ينطبق مش بس على العلاقة في الأمة ونظرتنا للأمة ولدورنا في أمريكا، لا، حتى في بيت كل إنسان فينا. وكل واحد فينا بيقدر يجادل، يا أخي ما هي أمريكا، بتودي أولادك على المدرسة على public school بيخرب، بتطلع على التلفزيون بيخرب، الكرتون مش عارف إيش. طيب وإحنا عارفين، بس إحنا إيش يعني، خلاص وعفينا من المسؤولية، ما عليناش دور. إيش فيش تربية يعني؟ فيش كلام مع الأولاد؟ فيش communication؟ فيش محاولات ان والله تزيحوا عن البرنامج الفلاني للبرنامج الفلاني؟ طب البنت بتكبر والولد بيكبر، بروح الهاي سكول، تقدرش تكون جالس معه، لكن بدك تعطيه قيم، انت مسؤول. لا سمح الله انحرف بعد ان فعلت كل ممكن، وقتها بتيجي بتقول انا ابرئ الذمه الى الله، سويت كل شيء. لكن واحد والله يجي لحاله تو بروجكت انه هو سيفشل في المستقبل، فليش اتعب؟ او بيجي بيقول لي انا خضيت 8 ساعات، والله ايش 8 ساعات؟ رحنا على على اوفر يو كان ايت بوفيه، ومن الاول وري كان ايت بافيه رحنا لعبنا شو اسمه البولينج، ومن هناك رحنا لعبنا البول تيبل. والله ما شاء الله استثمار كبير وعظيم، كويس، بس ايش كان فيها من قيم؟ طب هذا الجهد الوقت كويس، هو جزء من الوقت جهد، لكن اين النوع فيه؟ شو كان فيه النقاش؟ شو كان فيه كلمه طيبه هيك طلعت، توجيه بشكل غير مباشر؟ إخوانا هذا التحدي الرئيس أمامنا. ولذلك عندما يقول الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، الحق لن ينتصر، لن ينتصر دون مش بس قوة، لا، منطق وعقل واستثمار وجهد ونوع، لن ينتصر هيك. أختم هنا، هذا منهجنا إخوانا. تكون طبعا بعرف أنه أنا نشيط في قضية فلسطين، وأجلس على مجلس إدارة مؤسسة اسمها الأمريكان مسلمز فور بالستاين، وعملنا أكثر من مرة، جئت إلى هذا المسجد وأنتم تعرفون هذا الكلام، عملنا هو أن نقوم بها أن نحمل مشعل الدعوة بمنطقها كما حمله الأنبياء والرسل. إحنا دورنا إيش؟ البلاغ، دورنا نضع حقائق أمام الناس. مش راح نستطيع نقنع 75% من الرأي العام الأمريكي اللي بيؤمن إنه إسرائيل على حق والفلسطينيين على خطأ، لأنه في شوية بيؤمنوا 10-12% والاثنين غلطانين، وفي شوية بيؤمنوا مع الفلسطينيين. إحنا دورنا إيش؟ نقوم باللي علينا، صح؟ قوم باللي علينا، اللي بنقوم فيه يمكن جهود طائلة، لكن أنا أستطيع أن أضمن لكم يا إخوان، أنا يمكن في الأسابيع اللي فاتت كنت في 3 أو 4 جامعات. تستغرب إنه يجيك طلاب يقول لك أنا عمري ما سمعت الكلام هذا أصلاً. طب احنا شو بنعمل؟ انت بتروح الجامعة بعد شوية تطلع، لسه بعدك بتطلع من الجامعة بتلقى حملة عليك على اسمك على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى كذا وعلى كذا وعلى الجهاد واتش وعلى الانفستيجيتيف بروجكت وكذا، حملة على اسمك قبل ما انت تكون مخلص وواصل بيتك، بكون عاملين عليك حملة مشيطنينك. انا مش مسؤول هم ايش بيعملوا، انا مسؤول ما الذي فعلته صوابا، حتى لو في ثمن عليك. ما الذي نفعله صوابا؟ احنا جينا نعمل مجموعه من البرامج، ومنها برنامج عملناه في واشنطن الاد باس كامبين، عملنا اعلانات على الباصات في الشيري بلازم المتاخر السنه عشان ما شاء الله لحد الان كانوا في الشتاء، احنا وضعنا اعلانات ب 10,000 دولار، كان المسج بسيطه جدا. المسج بتقول وي ار سويرينج ابريل 15 سو ذا اسرائيليز دونت هاف تو، احنا بنعرق عشان 15 ابريل اللي هي التاكس داي، عشان الاسرائيليين ما يعرقوش ما يتعبوش، احنا بندفع ونهلك ونتعب احنا الامريكيين عشان الطرف الثاني ما يتعبش. ليش؟ ايش الرساله؟ طبعا احنا معطين ويب سايت، ورجع واقرا المعلومات. والله كل مواطن اسرائيلي بما فيهم اللي عايشين هم اللي بحسب القانون الامريكي عايشين في مستوطنات غير شرعيه في الضفه الغربيه، لهم حق تامين ضمان صحي مجانا من الدوله.
مين اللي دافعه؟ إسرائيل؟ إسرائيل اللي دافعته؟ أموالنا. كل مواطن إسرائيلي له حق السكن، السكنة. هذول اليونت هاوسز اللي بيبنوهم في الضفة الغربية بيبنعوا فيها وبيهودوا فيها القدس الآن. منين جاي؟ من أموالنا. إحنا ندفع ليسكنوا هم مجانا ويعالجوا مجانا ويبروحوا على أحسن ويلفير سيستم موجود مجانا، في حين المواطن الأمريكي لا يجد سكنة ولا يجد علاج، وحتى لما إجا الأوباما كير طلع بدك تشتري من نفس شركات الإنشورتس. بس هم يتعالجوا مجانا حتى اللي حسب قانوننا مواطنين غير شرعيين في أراضي محتلة حسب القانون الأمريكي مش الدولي بالمناسبة فقط. طيب وضعنا هذه الرسالة البسيطة، إيش الرد؟ تسمعوا بواحد اسمه كاميلا جيلر، هذه احدى المتطرفات في عدائها للاسلام، اللي عملت اعلانات قبل حوالي سنه او سنه ونصف في السبويز في واشنطن في المترو ستيشن، اللي وضعت انه العالم ضده، العالم كله ضد السافج مسلمز. تذكروا انه civilized world versus the savage world or the savage muslims. راحت حطت اعلان على الويب سايت وتبنتها كل المنظمات الصهيونيه انه بدها تعمل $20,000 إعلان منافس أو رد على إعلان. تعرفوا إيش الإعلان أو الإعلان الدعاية؟ طب إحنا تكلمنا عن قضية حقيقة، هي قالت مسلم هيت جوز ولا شيء زي هيك، it's all in the Quran، وحطت ريفرنس ويب سايت وترجع بتلقى كل الآيات مأخوذة خارج السياق طبعا، وتشويه للدين وللقرآن. طيب البعض ممكن يقول طيب إحنا عملنا 10,000 ردوا علينا 20,000، وين نعمل إحنا 10,000؟ والله مرة ثانية بنرجع للنقطة الرئيسية، نحن عن ماذا سنسأل يوم القيامة؟ عما فعلناه صوابا ولا ما فعله غيرنا خطأ أو إجراما؟ عن ماذا سنسأل؟ لو كان هذا منهج الأنبياء والرسل لما كانت وصلتنا رسالة، كان كل واحد جلس في بيته قال لك أنا شو دخلني؟ ليش محمد المحترم المعزز في قومه من أكبر قبائلها ومن أكبر بطونها يهان ويضرب وتكسر ثنيتي عليه السلام، ويرى أصحابه يقتلون أمامه وبنته تهان وبنات يهانم، ولماذا؟ لماذا؟ ليش التضحية إذا كانت هذه مفهومنا ومفاهيمنا؟ لكن هذا ليس مفهوم التضحية، مفهوم التضحية أن الإنسان يفعل ما عليه. أخوانا أريد ضبع دقائق منكم بعد الصلاة لكي إن شاء الله ندعم هذا المشروع والعمل، سواء من حيث المناهج الدراسية التي نقوم بها، العمل في الجامعات الذي نعمل عليه، أو هذه الأد كامبينز اللي حابين نقولها لأكثر من مكان في أمريكا برسائل مختلفة. طبعا راح أبريل 15 إلا اللي يعمل إكستنشن، بس اللي يعملوا إكستنشن هذول مش هم اللي ينقص عليهم. بدنا دعم منكم بسيط إن شاء الله، والذي يقف أمامكم والله ما في إنسان يحب أنه يقف يسألنا، ولا أسأله لنفسي، إحنا أصحاب رسالة، والقضية مش قضية كرامتي كشخص، مش قضية كرامتي، فيش إنسان بيحب يوقف يسألنا، لكن فينا حد لازم يوقف ويقوم بالنيابة عن الجميع. هذا هو الملخص. أريد منكم بضع دقائق، عندنا أخ سيسلم، إن شاء الله نقل الشهادة لكن ما حد يغادر الرجال، ثم بضع دقائق بعد إن شاء الله. وقبل أن أنهي تذكرة سريعة، إن شاء الله سيكون شيخ قراء بلاد الشام شيخ كريم راجح، سيكون يوم الأربعاء القادم في هذا المسجد بإذن الله تعالى بين صلاة المغرب والعشاء، فنرجو أن تبقوها في أذهانكم، الشيخ كريم راجح بين المغرب والعشاء يوم الأربعاء، ويوم الخميس 24 سيكون في فاندريزنج دينر إن شاء الله رب العالمين، أظنها لسوريا في الباسيك كاونتي إن شاء الله، في الإسلاميك سنتر في باسيك كاونتي، هذا يوم الخميس الساعة 7:30، الخميس 7:30 في مسجد الباسيك، يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء في هذا المسجد محاضرة بإذن الله تعالى بدون فاندريزنج. وأيضا عندنا الليلة حفلة هي لفلسطين، لكن عندنا منشد اللي هو ماهر زين كلكم منكم تعرفوه، نتمنى انكم تكونوا معنا، الفلايرز موجوده تحت والتيكتس موجوده تحت. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واذل الظلمه والظالمين، اللهم من اراد بهذا الدين خيرا فوفقه الى كل شيء، ومن اراد به غير ذلك فخذوا اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارحم اخواننا المستضعفين في سوريا، وارحم اخواننا المستضعفين في بورما، وارحم اخواننا المستضعفين في مصر، وارحم اخواننا المستضعفين في فلسطين، وارحم اخواننا المستضعفين في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه أولياؤه ويهزم فيه أهل معصيته ويكسر فيه رأس كل متكبر يا الله، كل متجبر استحل سفك الدماء،
واستحل هتك الأعراض، واستحل حبس الشرفاء، واستحل تشويه كل قيادات هذه الأمة وكل خيريها يا الله. اللهم تقبلنا يا أرحم الراحمين وارحمنا. ومرة أخرى يا إخواننا بضع دقائق إن شاء الله بعد الصلاة، بعد أن أخونا يلقي الشهادة إن شاء الله رب العالمين. اللهم صل على مبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد.